بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. لا خمور ولا هروين لا حشيش أو كوكايين ربي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. لا خمور ولا هروين لا حشيش أو كوكايين ربي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. ما ذنب هذي الشباب صار في أي ذئاب جينوا حال الضياع يعني كل العذاب بدي تعاضى الخمور أو عيش باكتئاب. ما ذنب هذا الكتاب صار في أيدي الذئاب جيل حال الضياع يعاني كل العذاب من يتعاطى الخمر أو يعيش باكتئاب. لا مدارس لا أخلاق ولا ثقافة ولا كتاب. لا مدارس لا أخلاق ولا ثقافة ولا كتاب. إن في الراب العلاج إنه أرض الخطاب. إنه أرض الخطاب. لا خمر ولا هروين لا حشيش أو كوكايين رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. لا خمور ولا هروين لا حشيش أو كوكايين رابي مشروع تحصين الفاسدين. نصرخ منذ سنين والقلب ضج حنين لماذا يغوي الإلحاد شبابنا المسلمين. أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين. علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين. قال الرسول الهداة والصحابة الأكرمين والصحابة الأكرمين. نصرخ منذ سنين والقلب ضج أنين لماذا يغوي الإلحاد شبابا المسلمين. أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين. علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين. قال الرسول الهدى والصحابة الأكرمين والصحابة الأكرمين والصحابة الأكرمين. لا خمور ولا هروين لا حشيش أو كوكايين رابي مشروع التحصين يصلح كل الفاسدين. لا خمور ولا هروين مشروع رسالي يصنع للشاب المثالي شابي أغلى ثروة شباب الإسلامي غالي. إلى متى لا نبالي إلى متى لا نبالي من انحراف أجيالي. إنها أكبر جريمة عقل الشبل يبقى خالي. رابي نجاة الأشبال حقيقة لست مغالي. رابي مشروع الرسالي يصنع الشاب المثالي شباب أعلى ثورة شباب الإسلامي غالي. إلى متى لا نبالي من انحراف الأجيال هن أكبر جريمة عقل الشبل يبقى خالي. رابي نجات الأشبالي حقيقة لست مغالي. رابي مشروع الرسالة يصنع الشاب المثالي شباب أغلى ثورة شباب الإسلام غالي. إلى متى لا نبالي من انحراف الأجيال هن أكبر جريمة عقل الشبل يبقى خالي. رابي نجات الأشبال حقيقة لست مغالي. لا خمور لا هروين لا حشيش أو كوكايين رابي مشروع تحصين يصلح. لا خمور لا هروين لا حشيش أو كوكايين رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. يا إلهي ماذا جرى يا للهول ماذا أرى. شبان تتعاطى خمر وأفعال مدمرة. خطف قتل ومفاسد عبادة لا آخرة. والدعاة في تخلف أفكاره منفرة. والراب طرف المعاصر أفكاره مؤثرة. والراب طرف المعاصر أفكاره مؤثرة أفكاره مؤثرة. يا إلهي ماذا جرى يا للهول ماذا أرى. شبان تتعاطى خمرا وأفعال مدمرة. خطف قتل ومفاسد عبادة لا آخرة. والدعاة في تخلف أفكاره مؤثرة أفكاره مؤثرة. لا خمور ولا هروين لا حشيش أو كوكايين رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. لا خمور ولا هروين لا حشيش أو كوكايين رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. ما ذنب هذا الشباب صار في أيدي الذئاب جيل حال الضياع يعني كل العذاب
من يتعاطى الخمور او يعيش باكتئاب او يعيش باكتئاب. لا مدارس لا اخلاق لا ثقافه ولا كتاب. لا مدارس لا اخلاق ولا ثقافه ولا كتاب. ان في الراب العلاج انه ارض الخطاب انه ارض الخطاب. لا خمور لا هروين لا حشيش او كوكايين. رابي مشروع تحصين يصلح. لا خمور لا هروين لا حشيش او كوكايين. رابي مشروع تحصين يصلح عند الفاسدين. نصرخ منذ سنين والقلب ضج أنين. لماذا يغول الإلحاد شبابنا المسلمين؟ شبابنا المسلمين. أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين؟ علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين. قال الرسول الهداة والصحابة الأكرمين والصحابة الأكرمين. نصرخ منذ سنين والقلب ضج أنين. لماذا يغول الإلحاد شبابنا المسلمين؟ أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين؟ علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين. قال الرسول الهداة والصحابة الأكرمين والصحابة الأكرمين والصحابة الأكرمين. لا خمور ولا هروين لا حشيش أو كوكايين. رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. رابي مشروع الرسالة يصنع الشاب المثالي. شباب أغلى ثورة شباب الإسلام غالي. إلى متى لا نبالي من الحراف الأشبالي؟ إنها أكبر جريمة عقل الشب يبقى خالي. رباب الإنجال الشباب رابي نجاة الأشبال حقيقة لست مغالي. رابي مشروع الرسالة يصنع الشاب المثال. شبابي أغلى ثورة شباب الإسلام غالي. إلى متى لا نبالي من انحراف الأجيال؟ إنها أكبر جريم عقل الشب يبقى خالي. رابي نجاة الأشبال حقيقة لست مغالي. لا خمور لا هروين لا حشيش أو كوكايين. رابي مشروع تحصين الفاسدين. لا خمور لا هروين لا حشيش او كوكايين. رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. يا الهي ماذا جرى؟ يا للهول ماذا ارى؟ شبان تتعاطى خمرا وافعال مدمره. خطف القتل ومفاسد عباده لا اخره. والدعاة في تخلف افكاره منفره. والراب الطرح المعاصر افكاره مؤثره. يا إلهي ماذا جرى؟ يا للهول ماذا أرى؟ شبان تتعاطى خمرا وأفعال مدمر. خطف القتل ومفاسد لعبادة لا أخر. والدعاة في تخلف أفكاره منفر. والراب طرف المعاصر أفكاره مؤثر أفكاره مؤثر أفكاره مؤثرة. لا خمور لا هروين لا حشيش أو كوكايين. رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. ذنب هذا الشباب صارت في أيدي الذئاب. جيل حاله الضياع يعاني كل العذاب يعاني كل العذاب. من يتعاطى الخمور أو يعيش باكتئاب أو يعيش باكتئاب. لا مدارس لا أخلاق ولا ثقافة ولا كتاب. لا مدارس لا أخلاق ولا ثقافة ولا كتاب. إن في الراب العلاج إنه أرض الخطاب إنه أرض الخطاب. ما ذنب هذا الشباب صار في أيدي الذئاب. جيل حاله الضياع يعاني كل العذاب. من يتعاطى الخمور أو يعيش باكتئاب أو يعيش باكتئاب. لا مدارس لا أخلاق لا ثقافة ولا كتاب. لا مدارس لا أخلاق لا ثقافة ولا كتاب. إن في الراب العلاج إنه أرغى الخطاب. لا خمور لا هروين لا حشيش أو كوكايين. رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. لا خمور لا هروين لا حشيش أو كوكايين. رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. والقلب ضج أنين. لماذا يغول الإلحاد شبابنا المسلمين؟ أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين؟ علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين. قال الرسول الهداة والصحابة الأكرمين. نصرخ منذ سنين والقلب ضج أنين. لماذا يغول الإلحاد شبابنا المسلمين؟ أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين؟ علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين. قال الرسول الهدى والصحابة الأكرمين والصحابة الأكرمين والصحابة الأكرمين. لا خمور لا هروين لا حش.
حشيش وكوكايين، رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين، لا خمور لا هروين. رابي مشروع الرسالة يصنع الشاب المثالي، شبابي أغلى ثورة، شباب الإسلام غالي، إلى متى لا نبالي بالانحراف الأجيالي، إنها أكبر جريمة عقل الشبل يبقى خالي. رابي نجات الأشبال حقيقة لست مغالي، لا خمور لا